بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بالتمام والكمال، وشروا بثمن بخس دراهم يعني معدودة، دراهم مش كيف الدينار عندنا احنا مثلا في تاريخنا، وشروا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين كما سبق أن فسرنا. هنا الرتوى إلى مرحلة أخرى من حياة سيدنا يوسف عليه السلام، النبي اللي يتقن تفسير وتأويل الأحلام، وكان بار بوالدي ملام وسالم لإخوانه رغم شرهم تجاهه، و عاد يقول وقنا عذاب النار. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكن اليوسف في الأرض، هذا عليه تمكين، هو صغير وراء العجب العجاب من الليانات ومن المؤامرات من طرف إخواني الفاسدين المغرضين كما تقولت عندهم الغيرة المقيتة ما أنا تجمع بينهم، والسلام على أهل السلام بالتمام والكمال.